دقيقة كنا كانوا متقدمين علينا بواقع 1-0 ولكن حققنا العودة المأمولة. بالنسبة لي هذا يسعدني ولا أجد الكلمات لكي أصف هذه السعادة، ولكن مرة أخرى الشكر موصول إلى كل زملاء على أرضية الميدان، أنه فوز مستحق. الوصول إلى القمة سهل، ولكن البقاء في القمة لا يكون سهل. هذه قاعدة نعمل بها، وهناك منتخبات أخرى تسعى جاهدة لكسر جماح المنتخب الكرواتي. أردت أن أعطي الفرصة للاعبين الشبان وأجهز نفسي لكأس العالم في نسختي القادمة. بلغ المنتخب السويسري